السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معي توزيعة زورين لينكس او اس او زورين او اس. طبعا الزورين اسمه لايت، زورين لايت اللي هي تستخدم واجهة اوبن بوكس او LXDE بالاصح. طبعا توزيعة تم بناءها على الابونتو او الابونتو. طبعا بشغل التوزيع الحين عشان نبدأ نشوف التوزيع من بداية التشغيل. اوكي there we go. حلو، نبدأ الحين الدخول. طبعا من ناحية الجمال طبعا هذا أجمل من المنت. طبعا المنت معروف أنها جميلة من بين أو ملكة جمال توزيعات لينكس، لكن هذه لاحظت أنها أجمل. واحد اثنين، لاحظت أنه هذا تقريبا موجه مباشر للشخص اللي منتقل من الويندوز أو منتقل من الماك إلى لينكس. والسبب أنه فيه الواجهات يقربون لك موضوعها شوية، تصير قريبة لواجهة لينكس أو لواجهة الماك حسب استخدامك. نبدأ. هذا سطح المكتب مثل ما انتم شايفين، طبعا سطح مكتب بال XDE. اوكي، من هنا اعدادات سطح المكتب، تغيير خلفيه وغيره. بالنسبه للبرامج لاحظت نفسك ستارت هنا كان ويندوز. يعني اكسسوارز، في عندك ارشيف مانجر، كالكوليتر حاسبه، كاركتر ماب اللي هي خريطه المحارف او الحروف، ديسك يوتيليتي اللي هي عفوا السطح شو اسمه هذا سطح، ايش دخل السطح، مدير الاقراص يعني تحذف تشيل تحط. فايل مانجر، حطوا لك الباك مان فايل مانجر. خلونا ناخذ طله سريعه، هذا الباك مان. اوكي ايضا ليف باد اللي هو تكست اديتور، محرر رصاص، ستيكي نوتس، هذه بعض الناس تستخدمها وكثير من الناس بالنسبه لي الى الان ما تاقلمت مع الموضوع. تيرمينال طبعا هذا ملاحظات. بالنسبه للجرافيكس، دوكيمنت فيور اللي هو حق الاف تي بي، البي دي اف، ما ادري ليش حاطين البي دي اف مع الجرافيكس، ممكن يصير جرافيكس ليش لا. ايمج فيور، استعراض صور، سكانر، بينت طبعا هذا محرر صور بسيط. الانترنت الافتراضي كروميوم، طبعا لان الواجهه يحاولون يحطونها اخف ما يمكن فحاطين كروميوم معه. انترنت براوزرز مانجر، هذا من هنا ممكن تسوي إدارة المتصفحات الانترنت اللي عندك، تحذف تشيل تحط. بيجن مسنجر طبعا، بوستلر اللي هو البريد طبعا الان ما بعد. انترنت اوفيس، حاطه لك اي بي وورد اللي هو محرر نصوص متقدم. ديكستر ما اعرف شيء عنه، اذكر ديكستر مسلسل. سبريتشيت اللي هو حق الشيت عفوا. طيب بيرسونالايزر. طيب في عندك ساوند اند فيديو، انا ما ادري ايش حاطين اوديشس او بعض الناس تسمي اوديسس مع اوديشس، ما حبيته ابد، برنامج زي ما احبه انا. ممكن يحطون في ال سي ويكون في ال سي بمكان الفيديو ولا الصوت خلاص. حطيت ديسك بيرنر، على صراحة انا ما برضه اغير اسم الديسك بيرنر، عموما هم كيفهم. هو اسمه اكس اف او اكس بيرن اسمه. ميديا بلاير، شوف شوف نو، ما اعتقد نو بلاير. اوكي سيستم تولز، عندك فاير وول، اعدادات الجدار الحمايه، في عندك الجي دي بي ان باكج ريستورر يحمل هذه، في عندك ديبارتد برينتنج ماستر سيست اللي هو هذا، كنت مدمن على البرنامج هذا بحيث اني اسوي باك اب واسوي توزيعات. اوكي في هنا سوفت وير سنتر، طبعا سوفت وير سنتر مختلف مو بنفس حق الابونتو اللي نعرفه. لا شوف شكله شلون، ناخذ شيء سريع نقدر نحمله جرافيكس. لاحظ ان اد ذا ابس، اد تو ذا ابس باسكت، بعدين تروح هنا وتقول اوكي حمله انستول باكجز. لاحظت هذه هي الحزمه المطلوبه، والله يعني 11 ميجا ما ادري متى بيخلص، توزيعه بطيء شوي بالتحميل. اوه حلو، نخلي لين نخلص. وين وصلنا؟ وصلنا للسوفت وير سنتر. طبعا سنابتك تعرفونه ما يحتاج. تاسك مانجر برضه تعرفونه، مدير البرامج اللي تشتغل حاليا. تايم اند ديت، ابديت مانجر، مدير التحديثات، يوزرز جروبز، ويندوز وايرلس. اذا عندك مشاكل بتعريف الوايرلس ممكن من هنا تحلها. زورين انترنت براوزرز مانجر، مثل اللي هو مدير المتصفحات الانترنت. زورين لوك تشينجر اللي هو يغير
عفوا يغير الشكل اكسترا لايت سوفت وير. هذا معلومات اعتقد عن توزيعه. لاحظ هنا في ماك او اس اكس بحيث انه يقلب الشكل للماك، وفي هذا ويندوز 2000. طبعا افضل ويندوز على الماك ما في كلام. وصلنا بالبرفورمنسز اديشنال درايفرز بحيث عندك تعريفات مع عرفته كاستمايز لوك اند فيل، تعدل الشكل، ديسكتوب سيتنجز، ديسك يونيتي تكرر هذه مرتين، كيبورد اند ماوس، لانجويج سبورت، دعم اللغه، لوك تشينجر برضو تهرر هو نفسه. طيب مونيتور سيتنجز طبعا هذا اللي يستخدم شاشتين او اكثر، جافا بريفرد ابلكيشنز من هنا ممكن انك تعدل تطبيقات المفضله، يعني تطبيق الويب المفضل تبيه كروميوم ولا فايرفوكس، الايميل تبيه ايفوليوشن ولا ثندر بيرد، سكرين سيفر اللي هو الشاشه المؤقته او شاشه التوقف، سوفت وير سورسز اللي هو مصادر البرامج، تكست سبيتش هذا انك تكتب له نص معين بعدين هو ينطق. الان نجربه. تلالا انا ما عم جربت على الفكره. اوه نرفع الصوت عشان تسمعون. تكلم. ويلكم ان كاستيكو. ايش دعوه ايش طيب خلينا نختار لغه. بانجليش. اوكي. ويلكم ان كاستيكو. ماشي ما حبيت. اكتب مثلا welcome to my channel. welcome to my channel. يا اخي حط صوت بنت خلنا نبسط. welcome to my channel. اروح بطاطس انا يا شيخ اروح كشنة. welcome to my channel. هلا هلا ايوه. welcome to my channel. Welcome to my channel. وش هذا صوت جدتي؟ لا أنا بناعم. Welcome to my channel. طلعنا على الموضوع حنا. ركبت برنامج. ركبت برنامج خلونا نروح نشوف الستارز مرة ثانية. برنامج طبعا يكون مع جرافيكس هذا البرنامج. طبعا بعد صوت البنت أكيد تخربرت. عقل. جرافيكس هذا هو. سبق استخدمت هالبرنامج يعني ممكن انك تجربه. حلو لا بأس. اوكي لهنا انتهينا. عندك تعليقات عندك شيء لحد يعلق على خقتي تاو. شكرا لكم ونشوفكم ان شاء الله فيديو قريب جدا. يعني انا صار اليومين هذا تقريبا نزلت بيومين 4 مقاطع فيديو هذا مضر بالصحة لكن تحمست مع الشباب شوي. الى اللقاء. لايك ها ما رايح انتظر لايك. يلا روح.